وأرحب بضيفنا من غزة حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس. أهلا بك سيد حازم على شاشة العربي. كيف فهمتم السلوك الإسرائيلي اليوم في المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلوك الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك هو استمرار بسلوكه ومنطقه وسياسته التي تستهدف دائما الإنسان الفلسطيني عبر القتل والاعتقال والاغتيال، تستهدف الأرض الفلسطينية عبر المصادرة والبناء الاستيطاني والجدر العازلة عليها والتهجير العرقي لأهلها، تستهدف المقدسات عبر هذا التدنيس الممنهج للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير هويته من عربية فلسطينية إلى يهودية صهيونية. هذا جزء من يعني صراع نخوضه يوميا مع الاحتلال على كل الصعد، ومنها على صعيد المقدسات. ما حدث اليوم هو جريمة حقيقية، أن تقتحم قوات الشرطة يعني المسجد الأقصى، تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى في انتهاك لأبسط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية التي تكفل للناس أن يكونوا آمنين في دور العبادة وأن يؤدوا الشعائر الدينية الخاصة بهم بدون مضايقات. لكن الاحتلال كما هو دائما وأبدا هو يستثمر بكل القوانين، بكل القرارات، بكل الأعراف الإنسانية، ويضرب بها عرض الحائط ويعتدي على المصلين اليوم في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يريد أن يواصل عملية التهويد للمسجد الأقصى وفرض التخطيط الزماني والمكاني، وفي المقابل هناك شعب فلسطيني مرابط في ساحات المسجد الأقصى يرفض هذه السياسة، يقاوم، يقاتل من أجل ألا تمر هذه السياسة، وهو مستعد لأن يقدم التضحيات فداء لمسجده، لأنه يعني يعتبر أن الأقصى هي جزء أساسي من هويته، هويته الدينية، هويته الوطنية، وهويته القومية. هذا صراع مستمر ومتواصل. نحن نؤكد ونقول أنه لن يكون الغلبة في هذا الصراع إلا لصاحب الحق، الأرض، المسجد، وهو شعبنا الفلسطيني. منذ أيام سيد حازم أعلنتم التعبئة العامة، وأعلن أيضا الإضراب في عدد من المدن في الضفة الغربية. ما هي الخطوات المقبلة التي من المفترض أو من الممكن أن تقوموا بها في حال استمر الاحتلال في هذه الممارسات وفي هذا التصعيد؟ أولا هناك جهد مستمر ومتواصل من القوى الفلسطينية وفي منها حركة حماس في كل ساحات الفعل النضالي في القدس وفي كل مدن الضفة الغربية على الصعيد الجماهيري والصعيد الشعبي. نحن نتحرك أيضا على الصعيد السياسي عبر اتصالاتنا مع أطراف مختلفة، على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الدبلوماسي. نحن نتحرك في كل الاتجاهات من أجل دعم وإسناد شعبنا في الداخل وفي الضفة الغربية وفي القدس في مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية. نشكل حالة إسناد حقيقية بكل ما نستطيع من أدوات. أما المقاومة بشكلها العسكري هي متحفزة متأهبة، تراقب الوضع عن كثب، وهي لن تسمح للاحتلال بأن يتمادى في العدوان على المسجد الأقصى المبارك. ونحن قبل ذلك يعني تدخلنا وبادرنا للدفاع عن أهلنا وشعبنا في القدس حينما كان الاحتلال يحاول أن يهجر أهالي الشيخ جراح، وكان يقتحم المسجد الأقصى المبارك في رمضان الفائت، وانطلقت معركة سيف القدس. المقاومة لديها أيضا يعني نفس الموقف، لأن القدس واعتداء على هويته وعلى المصلين هناك هي خط أحمر. بالتالي نتحرك في كل الساحات ومتأهبين للعمل يعني بكل أشكاله، ومنه الدخول في معركة مع الاحتلال. هذا ما كنت سأسأل عنه سيد حازم، هل هذا يعني بأن هناك ربما توجه للذهاب نحو مواجهة مباشرة مع الاحتلال في حال استمرار هذا التصعيد؟ اولا المواجهه المباشره حاصله في باحات المسجد الاقصى المبارك، حاصله في الضفه الغربيه، حاصله في جنين وفي خليل وفي نابلس. هذا العمل المقاوم والعمل الفدائي هو جزء من فعل الحركه الوطنيه والجماعه الوطنيه الفلسطينيه. اذا هناك عمليا فعل موجود وميداني وينجز ضد الاحتلال الصهيوني. اما شكل تدخل المقاومه هنا في قطاع غزه، هناك اولا حاله استنفار حقيقيه وجهوزيه عاليه بعد الاجتماع الاخير الذي تم في مكتب الاخ يحيى السنوري رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة وبحضور كل الفصائل. هناك استنفار حقيقي وهناك متابعة لكل المجريات في مدينة القدس. المقاومة تدرس كل الخيارات الممكنة لدعم وإسناد هذه المقاومة في الضفة الغربية، وهي لن تترك القدس وأهل القدس وحدهم يواجهون هذا الاحتلال. ولدينا من الخيارات العديدة كي ندعم ونساند بالطريقة التي نراها مناسبة من أجل حماية شعبنا الفلسطيني. حماية شعبنا واحد من واجبات المقاومة وليس منة منا، من واجبنا أن نحمي
ويشكل درعا حقيقيا لشعبنا في جنين، في الخليل، وفي القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك. الكثير من الخيارات متوفرة، ما هي الأدوات، أدوات المقاومة المتوفرة لديكم سيد حازم الآن؟ أولاً نحن يعني لا يجب أن نقصر حين حديثنا عن المقاومة عن على فقط الفعل العسكري المباشر من قطاع غزة. لدينا أدواتنا في القصة الغربية نتحرك فيها عبر هذا الفعل الشعبي والجماهيري الكبير، عبر كوادرنا المنتشرين في كل مدن الضفة الغربية وفي القدس، ونحن طبعاً ومعنا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني. هناك الجهد الإعلامي الذي يبذل وتبذل حماس كل مؤسساتها دعماً وإسناداً للهبة. هناك علاقاتنا الإقليمية تتحرك فيها من أجل دعم وإسناد شعبنا ومن أجل لجم الاحتلال. حين يتطلب الأمر تدخلاً مباشراً من هنا من قطاع غزة سيكون هناك تدخل. ونحن قلنا أنه الاعتداء على الأقصى وتصعيد العدوان وتنفيذ التهديد مثلا بذبح القرابين سيكون فائق تفجير حقيقي كما كان قبل ذلك، ويمكن أن يمر بدون كلمة حقيقية واضحة للمقاومة. اليوم كما نلاحظ سيد حازم الوضع في تصعيد مستمر، سواء كما تحدث في الضفة الغربية عموما، الضفة الغربية، واليوم من خلال هذه الاقتحامات وما حدث في المسجد الأقصى، هل من الممكن أن يكون هناك أي تنسيق بينكم وبين السلطة الفلسطينية؟ وأيضا ما موقفكم من آخر أيضا المواقف الصادرة عنها، مثلا رئيس الوزراء الفلسطيني يقول للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن مقدساته وعن أرضه؟ أولاً حماس بشكل واضح بعملية تنسيق جهودها مع كل الجهات الوطنية التي مستعدة أن تكون في يعني في خيار المقاومة، في خندق المدافع ضد هذا الاحتلال. نحن دعونا قبل أيام باجتماع هنا في قطاع غزة، وحضر كل الفصائل الفلسطينية بما فيها الإخوة في حركة فتح، وأصدرنا البيان المتعلق بالتعبئة العامة والاستعداد للدفاع عن شعبنا في الضفة وفي المسجد الأقصى المبارك. بالتالي أي جهد يمكن أن يضاف إلى هذا التجمع الوطني يمكن نحن نوحد به، لكن في المقابل نحن نرصد ضعفا حقيقيا من السلطة في التعامل مع كل ما يجري في الحالة الفلسطينية، سواء مما يحدث في جنين ومن العدوان الصهيوني المتواصل عليها، ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى المبارك. نرى أن السلطة فقط يعني تخرج بيانات إعلامية ثم تتبعها ولا بأي خطوة حقيقية، وهناك قرارات معلقة ثم اجتماعات مؤجلة. يعني واضح أن السلطة يعني تتخلى عن دورها الذي يجب أن تقوم فيه في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني والدفاع عن المسجد الأقصى. قلت منذ قليل بأن الاتصالات تتم في كل الاتجاهات، لكن سيد حازم لا يبدو بأن الاحتلال يكترث لكل خاصة الدعوات الدولية والعربية لضرورة وقف هذا التصعيد، هل تعولون على دور عربي ربما أكثر نجاعة الآن؟ هو مطلوب بالفعل دور عربي حقيقي سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي لنصرة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو جزء من التركيبة الوطنية لكل إنسان عربي وليس فقط فلسطيني. الاتصالات تتم مع أكثر من جهة، والاحتلال واضح أنه يراوغ ويعني يضلل الوسطاء عبر إصراره على هذا التصعيد الممنهج. هو ادعى أنه استجاب للوسطاء وأنه سيحافظ على الهدوء، لكنه يعني اليوم غدر بكل هذه الاتصالات وقام بعدوانه على المصلين في المسجد الأقصى المبارك. سيكون دائما مطلوب موقفا عربيا أكثر حضورا وأكثر جدية، وموقف سواء رسمي أو شعبي يلجم هذا الاحتلال عن الاستمرار في عدوانه، لأن الاحتلال بهذا السلوك هو يستهتر بالجامعة العربية، يستهتر بالمنظومة العربية الرسمية وبالمنظومة العربية الرسمية حينما يعتدي على شعبنا بهذه الطريقة ويعتدي على المصلين. لكن نحن نرى أن هناك موقف عربي يعني لم يعني يصل إلى الحد الأدنى من الذي يجب أن يفعله لردع هذا العدوان الصهيوني. حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة.